اليوم غنحكي معكم قصه حقيقيه ديال واحد صاحبتي. عافاكم البنات ما تنساوش اللايك للفيديو باش يطلع الفيديو وطلع القناه ديالي. اللي باقي ما اشتركش في القناه نتمنى يشترك باش يشجعني نبقى ان شاء الله نحط لكم كل مره الجديد. السلام عليكم المتابعين ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم سويتما ايتما، نتمنى لكم كل شيء مليح ان شاء الله يا ربي. نهار وجد ايجن راكم عاود غير القصه يعني حقيقيه. اليوم جيت نعاود معكم واحد القصه حقيقيه يعني وقعت لواحد صاحبتي كنعرفها، وقالت لي شاركيها مع البنات ياخدوها عبره باش ما تبقاوش تعملوا ثقه في اي واحد سويتمينوه يعني باش ستاونت يعني بنادم ويدكش الثقه بزاف بزافين لحقاش ماشي كلشي كيف كيف. الجن يتحب شم الجن واش ما تحبيش يعني وميزو بالمصلحه. اخوتي المهم راه ماشي كلشي كيبغيونا، كاين اللي كيبغي يعني كيبغينا يعني النصيحه كيبغي نكونوا مزيانين، ولكن اكثريه ما كيبغيش تفرحي تكوني فرحانه في حياتك. هادو جوج بنات صحابات يعني موده صافي، وواحد البنت تعرفت على واحد يعني هما صحابات، وحده منهم يعني تعرفت على واحد الشاب صافي. المهم وبدات يعني كتعاود ليها الاسرار ديالها والمعقول بغا يتزوجني المهم هادي يعني كتعاود معاها اي التفاصيل. راه اي بنت فاش كتكون معاها شي صاحبتها يعني كما نقولوا كتثق فيها كتعاود ليها كلشي الاسرار ديالها صافي. المهم داك السيد تعرف عليها، المهم عجبات له ديك البنت صافي، جا خطبها من الوالدين ديالها صافي. المهم عاود كيوجدوا العرس يعني فتره الخطوبه المهم نتوما عارفين. المهم سويت ماينو فينا نين تمدو كارين يعني غاصني تيجي المود نتعار ماشي تمدو كارين يعني غاصني يجي هذيني ذري سنين ما 6 سنين ما 7 سنين ما 8 سنين المهم تين تمدو كارين وستنغشي بالضبط ماشا وراكين لنا سنين صافي. تحن جاتني نوني تعرف خجن السيادي العجباس مهم يزو المعقولين صافي العجباس يزو دي سيدة دا نسان صافي يو سيدة دا في خضبيت كورشي وخا قل فتران يعني تعود سكورشي اذ متجوك تينس يعني السيدة يعني كورشي تعودس صافي يعني دحين جاتني ضغاز زيكس تاكس الغيره ضغاز زيكس قارس ميمي زعما العجبه سنتاف احسن زينيش قسنا 4 طحنجيرين تكنتي خفن سنت غاروره تاكس الغيره بزاف ان تحسب انت خفن سنت شي حاجه. المهم البنات المهم بدات ديك الصديقه ديالها بدات كتغير منها كتقول زعما علاش انا يعني ما عجبتلوش عجبتلو هادي علما انهم ف يعني ان علما ان داك السيد فاش تلاقاها كانت معاها حتى هي نيت كتقول اول مره اللقاء يعني كانت معاها صاحبتها وعجب وفي الاخر يعني عجبتلو ديك البنت ماشي صاحبتها صافي. مهم داروا الخطوبه كيستناو يعني يديروا العرس مهم كيوجدوا داكشي كلشي صافي. مهم داروا ديك الساعه ديروا العرس مهم صافي داز كلشي بخير على خير الحمد لله صافي. دازت عام يعني مور زواجهم وديك البنت يعني يقولوا قالت لي يعني ما بقاتش كيما الاول ما بقاتش معايا يعني حتى هي كتعاود ليا الاسرار ديالها. دابا هذيك اللي باقا ما مزوجاشي داك صاحبتها قالت لك كنحس بها يعني غريبه ما بقاتش كيما الاول يعني صاحبتي تبدلات عليا ولكن كنقول معليش يمكن انا اللي مزوجه وكنحس يعني انها هي تبدلات يمكن انا اللي ما كنعطي لها شي الوقت. المهم قالت لك كنرد فيا لافوت كنقول انا اللي فيا لافوت صافي. كتقول زعما علما انا كن يعني كنخلي راجلي اكثر هي كنعطي الوقت لهي يعني باش نراضيها وتكون معايا صافي.
قالت لك عاوتاني حتى ديك البنت كتعاود الراجلها كتقول لها راه صاحبتي صاحبتي هذه هذه انا سنين حنايا انا وياها صافي تبقى تجي عندي للدار هذه هذه صافي بقات قلع راجل اه شبه لدارك صافي بقات يعني كتجي لدارهم كي تعشوا مره كيتغداو مره يعني ديما مره بحال اختها قالت لك بحال اختي ديما راها في الدار عندي يعني باش ما نحسهاش بالناقص وباش ما نحسهاش انني تزوجت وسمحت فيها مهم ديما راها في الدار ديالي كنقولها فوقاش ما عندك الوقت اجي راه داري دارك صافي قالت لك مهم هيداك دازت السنين قالت لك تقريبا عامين يعني غنكملوا عامين في زواجنا كنلاحظ ان الرجل ديالي تبدل عليا ما بقاش كيما الاول ما بقاش صاخي ما بقاش يعني داك الاهتمام كيما الاول صافي كنقول اه مال هذا الرجل ما بقاش كيما الاول واش زعما كاع الرجال المور الزواج كيتبدلوا هيدا صافي كتقول لك المهم كنلهي راسي كنقول صافي راه ماشي مشكل المهم راه راجلي كيكون عيان راه يمكن كاع الرجال فاش كيتزوجوا يعني ما كتكونش عندهم ديك الاهتمام كثار فاش كيكونوا عاد يعني في الفتره ديال الخطوبه ولا ديك الفتره يعني الله ديال الزواج كما كيقولوا بعد سميتها المهم ديك الفتره ديال الشهر العسل وديك الشيء المهم كلشي كيدوز صافي المهم يعني كتلهي راسها كتقول لك يعني كنبغي ما نديش الوسواس في راسي صافي قالت لك المهم دازت ديك عامين يعني كملنا نيشان عامين على زواجنا صافي كنهضر لراجلي كنقول له واش زعما بغيتي يعني نفكروا نديروا حنايا الوليدات ديالنا هذه هذه كيقول لي لا باقي شويه راه انا خدام يعني خصني بزاف نجمع الفلوس نوفروا لولدنا ولا بنتنا بزاف ديال الحوايج المهم ما نزربوش صافي قالت لك قلت لي صافي يعني متفقين ماشي مشكل نيت انا صغيره ما نفكروش دابا في الاولاد نخليهم من بعد ماشي مشكل صافي قالت لك هيداك ديما كنلاحظ ان ديك صاحبتي والو هي ما بقاتش كيما الاول ما كتجيش عندي بزاف للدار نقصات شحال هادي كانت ديما كتجي عندي في ديك عامين كتجي ديما للدار فوقاش ما عندها الوقت كتجري يعني نقولوا في سيمانه كتجي خمسه مهم هكاك خمسه ولا سته المرات يعني تقريبا سيمانه كامله وهي معايا قالت لك صافي ملي دوزت عامين كتجي واحد المره في سيمانه صافي ولا جوج سيمانات كتجي فيهم ثلاثه المرات غير في جوج سيمانات ديك البنت صافي نقصات صافي كنسولها كنقولها ما بقيتيش كتجي كتقول اه عندي شغل هادي هادي راه مع العائله مع الدار صافي المهم كنعطي لها يعني الحق ديالها كنقولها صافي ماشي مشكل عندك الحق ديري الشغل ديالك وداكشي صافي قالت لك واحد المره كنتفاجئ انا الراجل ديالها مشى يصلي يعني في الدار تما مشى يصلي والتليفون ديالو خلالو غير الفيبراسيون كيتبيبرا صافي مشى يصلي وانا بقيت كنتفرج في التلفازه بقيت كنتفرج وانا التليفون كان شي شويه ماشي حدايا ولكن قريب شي شويه كنسمع التليفون تبربرا يعني دب بحال شي ميساج صافي كنقول واش تيفون راجلي يمكن شي ميساج من صاحبو ولا شي ايميل ولا شي حاجه صافي ما داتش فيه قالت لك نيت غيوصل الميساج الثاني عب يعني في ديك الدقيقه جاو جوج واحد على واحد ايوا صافي قالت لك انا كنهز التليفون نشوف كنشوف النمره ديال صاحبتها اه نمره صاحبتي عند الراجل ديالي قالت لك هزيت التليفون وانا نشوف النمره صاحبتي كنقول اه نمرة صاحبتي عند راجلي شنو كتعمل نمرة صاحبتي عند راجلي صافي هزيت التليفون وانا نشوف كنشوف لي ميساج السلام زين ديالي كي داير لاباس عليك
فين غبرتي عليا مني وصلتي للدار؟ كاع ما سولتي فيا واش ديك العقيسة دمراتك حداك؟ وليت انا عقيسة؟ عقيسة دمرات دمراتك واش حداك؟ ويلي صاحبتي كتقول عليا العقيسة. تشوكيت كنطلع كنشوف لي ميساج، نعرم ودلني ميساج. انا المهم انا الراجل ديالي ما عملش على النمره ديالها السميه، يعني خلاها هايداك وصافي بلا الاسم. ولكن انا نمره صاحبتي هادي سنين انا كنعرفها حفظتها. انا عقيسة راجلي كيهضر مع صاحبتي. صافي تشوكيت، رجعت التليفون وجلست بحال شي حاجه ما وقعت. صافي المهم بقيت كنصبر راسي واش نقول هالو ولا ما نقولش، شنو غنعمل؟ يا ربي اعطيني الصبر يا ربي، اش غنعمل في هاد المصيبه؟ صاحبتي كتهضر مع راجلي، عليها كنشوف راجلي تبدل عليا وصاحبتي تبدلت عليا، ما بقاتش كتجي عندي كيما الاول. شنو غنعمل يا ربي؟ واش نقول هالو ولا لا؟ نواجه صاحبتي الا شنو غنعمل يا ربي؟ كيفاش غندوز هاد الليله يا ربي؟ تعطيني الصبر. صافي مهم دوزت هاد الليله، والغدا ليه مشى يخدم. حديت الساعه فاش كيخرج، لحقاش لاحظ انه ما كيجيش ديريكت للدار. حديت مني خرج من الخدمه مشى ديريكت تلاقى معاها، وانا موراهم، انا موراهم كنتبعهم. كنت فاجئ انهم صافي، يعني بيناتهم علاقه. ما مصدقاش صاحبتي وراجلي، ما مصدقاش. صافي يعني تتأكد صافي انهم على علاقة يعني بيناتهم، وانا نغوت. عباد الله راجلي وصاحبتي، وعباد الله راجلي كيخوني مع صاحبتي كتخوني مع راجلي. صافي تجمعوا الناس كيقولي الحمقى مالكي، اش كديري هنايا؟ واش نتينا حمقى؟ سيري بحالك. كيردني انا حمقى، فين كنعرفك؟ كنقول اه تا راجلي، اش من راجلك؟ تقلب عليا في الشارع. صافي جيت بحالي، هزيت حوايجي ومشيت لدارنا وعاودت ليهم كلشي. قلت صافي هاد الراجل النهايه معاه. صافي ديك الساعه جا للدار ما لقانيش، كيصوني ما بغيتش نجاوبو. صافي ديك الساعه الوالد ديالي عيط للوالد ديالو، قال له كلشي على هادشي، وهو كيخاف باه بزاف، كيقولوا لا باغي شي سوء تفاهم، راه غير ديك صاحبتها تلاقينا غير هيدا صدفه وصافي. وان الحسن حظ ان ديك البنت صورتهم وكتصيفط داك التصاور للعكوزه ديالها، كتقول هادي ماشي تلاقيتي معها صدفه، نتوما عندكم علاقه حب بيناتكم. شوف يعني داك بوزيسيون وداك الشيء، المهم بلا ما نقولوا التفاصيل كلشي. صافي كتقول انا هذا الراجل ما نرجعش عنده، انا بغيت الطلاق. طلبات الطلاق يعني طلقات، وداك الراجل لحد الان يعني مور زواجهم 3 سنين تقريبا، ربع سنين فاش طلقوا، هو ما تزوج. داك الراجل ما تزوج ولا هي تزوجت ديك صاحبتها. انا بزاف د العروض اللي جاو ليا نتزوج، ولكن مشات ليا الثقه في الرجال،
نصحوني واش غنتزوج ولا ما عندي ما ندير بهاد الرجال، كلشي بحال كنخاف. كنسمع حتى انا بزاف ديال البنات كيوقعوا ليهم هاد الشيء. كاين بعض الزوجات عندهم دراري وقع ليهم هاد الشيء. حسن الحظ ديالي انا باقي ما عندي شيء، ما كانش عندي يعني مع اهل الاولاد. كنفكر كنقول واش غنتزوج، شحال د الناس شحال د الرجال جاوا عندي بغاو يتزوجوا ثانيه، جات لي غريبه باش نتزوج للمره الثانيه. انا الراجل ديالي بغى نرجع عنده ولكن انا ما غنرجعش عنده. ديك صاحبتي ما تزوجش بها، بقى تشوها. وانا بزاف العروض ديال الزواج كيجيو عندي كنرفض. شي مرات كنقول اه غنتزوج ولكن غنتزوج غير انتقام لراجلي وصاحبتي، ولا غنتزوج نيشان غنستقر في حياتي. والله حائره شنو غنعمل. نصحوني البنات شنو غنعمل. مهم القصة ديالنا كملت هنا يا البنات. غنخليكم خليولا الاراء ديالكم، خليولا النصائح ديالكم مع هاد البنت. واش بصح غتمشي تزوج للمرة التانية ولا رجال كلشي بحال نصحوها. مهم البنات الا كيعجبوكم بحال هاد القصص اللي غنشارك معاكم قولوها ليا. راه عندي بزاف الى مهم كيعجبوكم بحال هادشي خليوها لي في التعاليق. نبقى ديما نحكي معاكم شي قصه باش تاخدوها عبره ولا شي نصيحه ولا مهم شي حاجه هايده. مهم غنخليكم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.